مشاهدينا الكرام، رحب بكم مجددا بعد أسبوع كامل في حلقة جديدة من برنامج المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. واليوم بإذن المسيح هنتكلم عن هل المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة؟ حياكم الله. أحبتي في المسيح، أحييكم مع فقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة. وسؤال اليوم يقول: هل المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة؟ واحد من إخوتنا المتقدمين للمسيح من خلفية إسلامية يجاوب على تساؤلات المسلم ويقول: مثل حال كثيرين مثلنا، المسيحية تعلم التوحيد وتحرم الشرك، مش دين شرك مثل ما يعتقد البعض بسبب تشويه صورة المسيحية. حنا المسيحيين ما نعبد ثلاثة آلهة، بل نعبد إله واحد. كتابنا يقول في التوراة: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا إله واحد. تثنية 6:4. نفس الآية استشهد بها مين؟ ربنا يسوع المسيح في مرقس 12 الآية 29. ولما عاد السائل يردد أن المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة، رد عليه الأخ المتقدم وقال: لا يوجد أي دليل في الإنجيل يقول اعبدوا ثلاثة آلهة. ولكن هذا الفكر المغلوط عن المسيحية جاء من خلال اتهامات القرآن لنا حنا المسيحيين في سورة المائدة 37 والمائدة آية 116 والنساء 171. القرآن يقول أن الله تزوج مريم وخلف يسوع المسيح، والمسيحيين يعبدون ثلاث آلهة. ولكن الحقيقة هي أن عبر تاريخ المسيحية منذ نشأتها إلى الآن لا يوجد أي دليل على هذا. طب السؤال هو: هل الآب والابن والروح القدس ثلاثة آلهة؟ السائل المسلم يقول: طيب أنتم تعبدون الآب والابن والروح القدس. فرد عليه الأخ المتقدم وقال: نعم، ولكن هذا الثالوث ما تكلم عنه القرآن، ولكن القرآن ينتقد ثالوث الله والصاحبة مريم والولد يسوع في سورة الأنعام الآية 101. فقال المسلم: لكنكم تعبدون الآب والابن والروح القدس، وهذا كفيل بجعلكم مشركين. لكن المتقدم رد عليه وقال: حنا نعبد الله الواحد، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. قال المسلم: أتحداك أن تجد آية في الإنجيل بها كلمة ثالوث. رد عليه المتقدم: لا أحب لغة التحدي بسبب فقدان عنصر المحبة، ولكن هستخدمها للحجة. أنا أتحداك أن تجد آية في القرآن بها كلمة توحيد. توقف المسلم عن التفكير لوهلة ثم قال: لكن مفهوم التوحيد موجود ضمن آيات القرآن، مثل قل هو الله واحد. فقال له الأخ المتقدم: كلامك صحيح، كلمة التوحيد غير موجودة في القرآن، ولكن القرآن يعطي مفهوم التوحيد. هم بعد الإنجيل لمن قال المسيح: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، متى 28 الآية 19. كلمة توحيد أوجدها الفقهاء للدلالة عن هذا المفهوم، مثل الثالوث الذي أوجده اللاهوتيين للدلالة على هذا المفهوم الإنجيلي. والحقيقة
كلمة ثالوث بالعربي غير دقيقة، وبالرجوع للنص اليوناني فقد تم استخدام كلمة ترينيتي، والتي تدل على الوحدانية الثلاثية. فالإيمان المسيحي مبني على الله الآب وكلمته المسيح وروحه الروح القدس. فارتبك المسلم وقال: لكن كيف أنتوا تقول أن الله ثالوث؟ هذا شرك، ما يجوز بحق الله. فقال له الأخ المتقدم: عندك في الإسلام تعاليم مثل كده، هناك ثالوث في الإسلام، والله ذاته ونفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، مائدة 116، والنفس هي الذات حسب مفسرين الإسلام. فهل تعتقد أن المسلم يعتبر مشرك إذا قال أنه يعبد الله ونفس الله وذات الله؟ ولو قال المسلم أنه يعبد الله وكلمته وروحه، فهل يعتبر مشرك؟ لكن الله واحد وهذه صفاته مرتبطة به. فقال المسلم: لا تشبه هذه بتلك. فالمسلم لم يخترع ألقاب الله وصفاته، ولكن نستخدم كلمة كل صفة وكل اسم وصف الله لنفسه به في القرآن أو السنة. فرد عليه المتقدم وقال: وحنا المسيحيين هم بعد ما اخترعنا الثالوث من ذات أنفسنا، ولكن علماء التفسير لخصوا هذا المفهوم بهذه الكلمة للدلالة عن الله الواحد المثلث الأقانيم. ولا يوجد أي تعارض بين صفات الله ووحدانيته. انتهى النقاش بين الأخ المتقدم والأخ المسلم دون أن يتنازل المسلم ولا المسيحي، على الرغم من وضوح مظهر الصدمة في تعبير وجه المسلم. أحبتي المشاهدين، شاركوني هذه الصلاة من أجل كل نفس تبحث عن الحق. يا سيد الإله الواحد وسيد هذا الكون وخالق الكل، أنت هو الله القادر المحب الحنون، من فضلك تحنن على هذا الأخ المسلم وعلى هالبيته، وأعطيه الشجاعة أن يقول أنني خاطئ ومحتاج لك يا رب علشان تخلصني وتجعلني حر بالكامل، لأنك أنت الله الكامل. بالمسيح يسوع أصلي، آمين. شفاء للقلب الجريح، ما قدرت استريح الا في المسيح، لمسته شفاء للقلب الجريح. وينك من زمان، وينك من زمان وانا ادور عليك، ما عرفت الامان الا بيني.
لقيت ارتوى من أطهر ينبوع وجدت بيسوع شبع الكل جوع ولقيت ارتوى من أطهر ينبوع وينك من زمان ما ينتهي دايم على الدوام وغمرني سلام ما يوصفه كلام فرح لا ينتهي دايم على الدوام وينك من زمان وينك من زمان وينك وانا دور عليك ما عرفت الامان الا بيني دور عليك لا معرفت الأمان إلا بين يديك وينك من زمان وأنا دور عليك معرفت الأمان إلا بين يديك إلا بين يديك إلا بين يديك أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. أكبر مشكلة تواجهنا وتواجه العالم اليوم وكل يوم هي نظرة كل واحد منا للآخر. نظرة سببت شرخ كبير في علاقاتنا الإنسانية مع بعضنا البعض، لأني من خلال نظرتي لك بيكون تعاملي معك. فإذا كنت أنظر لك باعتبارك أخ وشريك في الحياة فبيكون تعاملي معك تعامل الإخوة، أما إذا كنت أنظر لك باعتبارك عدو لدود فأكيد بيكون تعاملي معاك تعامل الأعداء. فنظرة تعيشنا في حب وسلام وثاني تعيشنا في حرب وخصام. ولله دور أساسي ومهم في تحديد كل نظرة وانعكاسها على حياتنا في الأرض. فكل إنسان ومن خلال تعاملاته مع الآخرين يعتبر ممثل شخصي لإلهه اللي يعبده، وكل واحد فينا يأثر في دائرته بحسب تأثير الله فيه، ولكل دين تأثير واضح على شعبه ومجتمعه وكل العالم حوله. وبحسب هذا التأثير سلبي كان أو إيجابي يمكن وبكل سهولة اكتشاف ثمر معرفتنا بإلهنا. فهل يوم عرفناه عم الخير وتقارب الناس وانتشر السلام؟ أو ساد الشر وعمت الحروب وسفكت الدماء؟ فمن خلال نظرتك لغيرك أقدر أقول لك من إلهك. فهل تنظر لغيرك على أنه أخ وشريك لك في الحياة أو تشترط عليه يكون على نفس دينك ومعتقدك عشان ينول هذا الشرف الرفيع ويسلم هو وأهل بيته من حد سيفك؟
هل الآخر كافر عدو لله دمه وماله وعرضه حلال؟ لا يملك نفسه ولا حريته وإن توصي من الله عليه وعلى حياته؟ أو هو حر في نفسه وماله وتفكيره؟ عندما خلق الله آدم وحواء خلق لهم الأرض مسكن لهم وأوصاهم وقال لهم اثمروا واكثروا واملؤوا الأرض واخضعوها، وكانت إرادته أن تنتشر الذرية وتعمر الأرض ويعم السلام. عشان كذا حرص الله على بناء علاقة قوية تربطنا إحنا البشر ببعضنا كشركاء في نفس المهمة ونفس الأهداف. لذلك ركزت تعاليم السيد المسيح على بناء علاقات قوية معاه ومع أنفسنا ومع الناس من حولنا، لأن كلنا شركاء في الأرض والحياة، ولكل منا واجب مقدس تجاه الآخر. فكانت أول الوصايا وأعظمها عند الله أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه الوصية الأولى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. والمقصود بقريبك في المفهوم المسيحي هو كل إنسان غيرك أنت، يعني كل الناس البعيد والقريب، المسيحي والغير مسيحي، المرأة والرجل، حبيبك أو عدوك، اللي تعرفه واللي ما تعرفه، من دمك أو غريب عنك، زميلك أو جارك، جارك السابع أو حتى جارك المية. يعني في المسيحية كل الناس أهلك وأخوانك، والعلاقة ما يحددها قرب أو دم أو تشابه أو معتقد أو دين، فكل الناس أخوة طالعين من نفس البيت ولهم نفس الإله. ما في شيء اسمه أخوك المسيحي أو المسيحي للمسيحي كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكل الناس أخوة، كل الناس أقرباء، وحتى لو كنت في نزاع مع أحد فهم يعتبر أخوك وله حق عليك أنك تحبه وتباركه وتصلي من أجله وتتواضع له وتكون صادق وأمين معاه، تسامحه وتغفر له كل زلاته وتهتم بحياته وتقدمه حتى على نفسك وتحبه وتحب كل الناس. لا تخاصم ولا تكره ولا ترفض ولا تقتل ولا تسلب ولا تكفر. وحتى كلمة صغيرة إذا بتزعل أحد إخوانك منك فبلاه، لأنهم إخوانك اللي المسيح حبهم مثل ما حبك وفداهم مثل ما فداك. وكذا بس تكون ابن حقيقي لأبوك السماوي، تنشر السلام وتكون أخ محب لإخوانك. ودائما تذكر كلام المسيح لنا: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأبرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. هذا هو قانون المسيح في التعامل مع الآخرين. وبكذا أوصانا كبشر أن نحب بعضنا بعض وبنفس المحبة وتنفيذ لوصية السيد المسيح. أدعوك أخي، أدعوك اليوم تتعرف عليه وعلى تعاليمه وتقبل عطاياه ونعمته، فتخلص أنت وأهل بيتك. فالله بيسألني عنك مثل ما سأل قابيل عن أخوه وقال له: أين قابيل؟ أين هابيل أخوك؟ أتمنى من الله أن يملأ قلوبكم محبة للآخرين، محبة تطرد الكره والشر والحقد، محبة تكون لكم نور وحياة،
محبة تغير حياتكم، محبة تهزكم من الداخل، وبالمحبة ألقاكم الأسبوع الجاي على خير وفي أمان الله. أترنم بمراحم الرب للبت، وأعلن بفمي أمانتك من جيل إلى جيل، لأني قلت إن مراحمك ثابتة للبت، وقد ثبت في السماوات أمانتك. قد قلت إني سويت عهد مع الملك اللي اخترته، أقسمت لداود عبدي أثبت نسلك للبت، وأبقي عرشك قايما من جيل إلى جيل. السماوات نفسها تشيد بعجايبك أيها الرب، والملائكة هالقديسين بأمانتك. فمن في السماء يعادل الرب؟ ما فيه بين الكائنات السماوية من يماثله، إنه إله مهوب مرة في محفل الملائكة هالقديسين، ومخوف كثير عند كل المحيطين فيه. من مثلك يا رب إله الجنود؟ الرب القدير وأمانتك محيطة فيك، أنت متسلط على هياج البحر فتهدي أمواجه عند ارتفاعها، أنت سحقت قوة مصر فصارت مثل قتيل، وبددت أعدائك بقدرتك العظيمة. أنت ملك السماوات والأرض بعد، أنت مؤسس المسكونة وكل ما فيها، أنت خالق الشمال والجنوب وباسمك يترنم جبل تابور وحرمون. أنت ذو القدرة العظيمة، يدك قوية ويمناك رفيعة، البر والقضاء قاعدة عرشك، الرحمة والحق يتقدمون حضرتك. طوبى للشعب اللي يستجيب الهتاف البوق فيسلك في نور محياك يا رب، باسمك يبتهجون طول النهار وببرك يسمون، فإنك أنت قوتهم اللي فيها يفخرون، وبرضاك يعلو شأننا، لأن الرب هو حمايتنا وملكنا هو قدوس إسرائيل. أحبتي في المسيح، وصلنا إلى فقرة هذه الاختبارات، وهذا الاختبار من شخص عزيز وصديق لي، هو أصلا من مدينتي من جدة، هو الأخ ميم زين. يقول: نشأت في بيت مسلم ملتزم، وكنت أظن أن الإسلام السني هو الطريق الوحيد للجنة، لأن الإسلام حينقسم إلى 74 شعبة كلهم في النار إلا اللي يتبع سنة محمد. وكنت أغار على الدين الإسلامي، كنت أدخل غرف الدردشة على النت علشان أدور عن الناس مسيحيين وادعوهم للإسلام. كنت أدخل معاهم بنقاشات، وأحيانا أمور تحتد بيناتنا. ومرة من المرات دخلت بنقاش مع واحد متمكن جدا من الدين المسيحي، طبعا بعدين عرفت أنه راعي كنيسة ومؤلف كتب مسيحية. سألني أشياء كثيرة، ولكن السؤال الوحيد اللي علق بذهني هو لمن قال: كم مرة حاولت تسمع كلام ربنا وتطيع جميع الوصايا ولكنك فشلت؟ سؤال كان سؤاله في محله، لأني كثير من المرات حاولت أطيع ربنا ولكني فشلت. فقال لي: طبعا طاعة الوصايا أمر مستحيل على الإنسان أن يطيع ربنا بشكل كامل، ولكن كل شيء مستطاع عند الله. ولما وافقت معه على رأيه
أن كل شيء مستطاع عند الله، قال إن هذا هو كلام المسيح في متى 19:26، وكمان في يوحنا 5:5 الرب يسوع المسيح قال بدوني ما تقدرون تسوون شيء. يعني نقدر نسوي كل شيء بالمسيح. طبعا قررت من نفسي وقتها أن أعطي المسيح فرصة ويشتغل في حياتي. طبعا الأمر ما كان سهل، ولكن أخذ وقت وقراءة كثيرة عن الإنجيل. والرب اليوم أبشرك سواني مسيحي، دعاني وصرت مسيحي ومتزوج من واحدة مسيحية، آمين. وانتظر أول مولود الآن، وأنا أتعلم كل يوم شيء جديد عن المسيح. ما أدري إيش حيكون شكل حياتي لولا المسيح. ألف شكر وحمد للرب يسوع المسيح، آمين آمين. الرب يباركك يا يا ويستخدمك أكثر وأكثر لخلاص النفوس. وهذه لبنى جيدة، أنت وزوجتك، والحين المولود حيكون مسيح، يعني في أسرة مسيحية. الرب يستخدمك أكثر وأكثر لخلاص النفوس، ويستخدمك مع الخدمة اللي أنت عم تقوم فيها. أنا مش قادر أتكلم عنها، ولكن الرب يستخدمك أكثر ويباركك ويعطيك ثمر 30 و60 و100 بالمسيح يسوع، آمين. أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أنا شخصيا سعدت جدا وتعزيت كثير، وأصلي أن الروح القدس يأخذ كل هذه الكلمات وكل هذه الفقرات ويعطيكم إياها حسب احتياجكم طول الأسبوع. وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم بالمسيح يسوع، آمين.